اليوم كنتواجدوا هنايا بمدينه اكادير على هامش الملتقى الوطني حول الفنون الامازيغيه من التراث الى التحديث اللي غادي تدور على مدى يومين، كاين اليوم وكاين الغدا بمدينه شيراه. بالنسبه لليوم كيف كتعرفوا اولا كيف ما شفتوا معنا، كاينه ندوه حول المعمار والديزاين المغربي خاصه الامازيغي. وقبل من هذه الندوه كان هناك تكريم ديال مجموعه من الفنانين التشكيليين خاصه اللي كيشتغلوا حول مواضيع تهم بشكل كبير الموضوع ديال الامازيغيه. من بعد غادي يكون عندنا واحد معرض تشكيلي اللي غادي يشارك فيه حوالي 24 فنان من جميع مناطق المغرب حول تيمة ديال الفن الامازيغي وديال المعمار والتشكيل الامازيغي. ثم غدا غادي تكون عندنا واحد الندوه بمدينه شيراه، واحد الندوه حول السينما والمسرح والموسيقى الامازيغيات ياك. وبالنسبه لهذه الندوه غادي يشاركوا فيها مجموعه من النقاد والفنانين والمسرحيين اللي كيشتغلوا على التيمه ديال الندوه اللي متعلقه بالامازيغيه. اليوم خلال الندوه كانت المداخله ديالي كتطرق على موضوع تطور اساليب وتقنيات الفن ما قبل التاريخ عندنا هنا في المغرب. وهذا التطور وصفته من البدايات الاولى الفتره ديال الصيادين والقناصين اللي هي فتره ما قبل التزيينه، وفترة التزينة يعني أسلوب التزينة، كذلك تطور إلى أسلوب بقري في الفترة ديال الرعاة الأوائل. من بعد في الفترة ديال البقري أنا كنلاحظ بأنه كان هناك أسلوب انطباعي واقعي انطباعي. من بعد تطور الأسلوب إلى الأسلوب الليبي الأمازيغي اللي كيعتمد على الاختزال والستيليزاسيون. ومن بعد هاد الليبي الأمازيغي هناك تطور الفن الى مرحله الرمز والتجريد، ومرحله التجريد هي فاش ابتكر الانسان القديم الكتابه الليبيه الامازيغيه واللي معروفه عندنا اليوم بتيفينا. هذا هو مجمل يعني مداخله ديالي افكار اللي كانت. اذا بالنسبه للندوه ديال هذا المعرض كانت غنيه جدا، بحيث شاركوا فيها معماريين، فنانين تشكيليين، باحثين، كانت المواضيع يعني متنوعه من العماره او المعمار الى الرموز المتعلقه بالتراث الامازيغي الى يعني في العالم ديال التشكيل، كذلك ما يتعلق بالديزاين يعني كيفيه اعتماد ما هو تراثي في الديزاين بشكل حداثي. وطبعا الندوه كانت غنيه جدا. بالنسبة للمعماري اشتغل على كيفية توظيف يعني المعمار القديم أو المعمار التقليدي، كيف نجعل منه معمارا حديثا بدون أن يفقد صفته التراثية أو التقليدية أو الأصيلة. وكذلك كانت مداخلة أخرى ديال الأستاذة عائشة حول المعمار، عطتنا نماذج كثيرة ديال معمار اللي هو في الاصل تقليدي ولكن شيد برؤيه وبمقاربه يعني حديثه، بحيث اننا نقدروا نحتفظوا على ديك المواد اللي كيستعملها البناء التقليدي اللي هي التراب او الطين، وكيف يعني نستعمل تقنيات جديده يعني تتفاعل او تتماشى مع المعمار الحديث. كانت كذلك مداخلة حول الفنون والديزاين، فن التصميم يعني في البناء، في العلاقة ديال الديزاين بالصناعة التقليدية، الفرق بيناتهم، كيفاش نجعلوا لو ديزاين يعني يتحسن ويتطور من خلال المكتسب التراثي